انا عايزه اعرض لكم صوره لابو جبل و و و وناخد كده تعليقات عليها. انا شكلي هشتغل في الرياضه على فكره بعد كده. لا لا انبسطت الصوره دي. ها احمد تعليقك ايه؟ دي صوره اولا ازازه الميه دي موجود عليها ورق مرسوم مكتوب عليها اسماء المسددين وزاويتهم المفضله اللي بيشوطوا فيها في ضربات الجزاء. فهنا لازم ده في ناس بقى تبقى رجال الظل دايما اللي هو ما حدش بيشكرهم. مثلا محلل الاداء اللي موجود في منتخب مصر اللي هو محمود سليم، روجر ديسا المساعد بتاع كارلوس كيروش، عصام الحضري مدرب حراس المرمى، محمد الشناوي زميله طبعاً ومحمود جاد ومحمد صبحي وقبل كل دول محمد ابو جبل. كل دول المنظومه اللي كانوا بيذاكروا المسددين في الكاميرون، لان مش سايبين الموضوع للصدفه ان احنا احتمال نروح لضربات الجزاء. فان هو كل ده كان كل شيء متحضر له. فالنهارده نجاح محمد ابو جبل في تصدي لركلتين مذاكره عنيفه دي طبعا. هو ده برضو يا احمد تعالى ابو جبل استاذ شفقي، برضو ابو جبل بالتحديد، ابو جبل كان في الزمالك مش الحارس الاساسي. يعني هو كان طول الوقت الحارس الاساسي، ولكن جه في الفتره الاخيره كان محمد عواد هو الحارس الاساسي،